بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لو انت وقعت على سكه منتخبات المغرب للسيدات هتزعل قوي، دي واحده من الحقائق اللي انا بقولها لك، وخصوصا لو انت من شمال افريقيا او لو انت عربي. لا مؤاخذه يا صاحبي، الناس دي فرقه سنين ضوئيه عن كل المنتخبات العربيه اللي حواليها، الوضع مختلف تماما. في ناس كتير هتقول لي يا صديقي لا مؤاخذه يعني لاعبات منتخب الجزائر النهارده كانوا سيئين، ولا مؤاخذه ممكن يكون ده حدث طارئ فبناء عليه منتخب المغرب اكتسحهم اربعه. لا، هي اربعه مع الرقفه. منتخب المغرب لو في اكس جي ولو في ارقام ولو في احصائيات الموضوع معدي. انت بتتكلم في ايه؟ ان حارسه مرمى منتخب الجزائر هي نجمه اللقاء رغم ان هي لبست الفرقه هدفين. فانت بتتكلم في ايه يا عم الحاج؟ انت بتتكلم في فرق كبير قوي، فرق امكانيات كبير، وده مش تقليل من لعيبه منتخب الجزائر، ولكن يا اخواننا المغرب بقى لها سنين بتشتغل على ملف السيدات وتطوير ملف كره القدم النسائيه. في ناس بتشتغل وفي ناس لا مؤاخذه يعني ماشيه بالبركه، وهو هو ده اللي بيحصل، وهو ده الناس بتتفرج عليه. الناس بتتفرج على فريق قادر ان هو يسيطر على الكوره، فريق قادر ان هو يسجل من كل المواقف، مواقف ثابته. بنسجل هدف اول جميل جدا، يعني في هدف اول جميل سجلته الكابتانو انس ابو شريف. الفريق عمال يضيع والفريق عمال يروح والفريق عمال يهدد مرمى منتخب الجزائر، كره ثابته خلصوا بيها الدنيا. كره ثابته ده لعب الكبار ده، لا ده بجد فعلا لعب الكبار، ان انت ماتشات بتكون مع عربي وانت عمال تضيع، كره ثابته بتخلص الدنيا بدري بدري. والهدف الثاني كان حلو قوي لكتيبه كابتن يونس ربيع، الهدف الثاني اللي سجلته رميساء احسان. رميساء احسان سجلت هدف ثاني حلو قوي، واقفه في الست يارده خدت الباصه حطتها بكل اريحيه. هتقول لي يا صاحبي بكل اريحيه ده دول ضيعوا ده ست اجوان، ما هو ده اللي انا بكلمك فيه. مباراه وان سايد جيم زي الكتاب ما بيقول، مباراه من طرف واحد. ايه ده؟ لا مؤاخذه يعني زي ماتشنا معاكم كده في البطوله بتاعه المدارس بتاع مصر. ولد ما بتنساش انت الحاجات دي. اه يا اسطى، على فكره كانوا سيدات برضو وكان الموضوع بيتعلق بمنتخب المغرب ل 15 سنه، ففعلا منتخبات المغرب للسيدات اللي بيجي معاهم على السكه بيتقال اللي هو بص يا باشا ما تقعش معاها السكه ليه؟ هيهينك بجد. عيب يا اسطى، يهني ايه بس؟ عيب، ما ينفعش الكلام ده. على الاقل هم الناس اكرموا الضيوف. لا، هم اكرموهم، هدفين الشوط الاول وهدفين الشوط الثاني وجبرت على كده. ومعلش بقى عشان احنا خوا خوا والكلام ده، كفايه عليكم اربعه بس بجد. اه يا صاحبي كفايه عليكم اربعه بس. ده كفايه جدا كمان. بعد كده في الشوط الثاني منتخب المغرب حصل على ضربه جزاء، ولكن للاسف ضيعتها لاعبه المنتخب المغربي سهام بوش. سهام بوش اللي قدرت ان هي تسجل هدف رابع حلو قوي، بس بصراحه الهدف الثالث بتاع وفاء بن طاهري عظيم. الصاروخ بتاع وفاء بن طاهري عظيم، حته كده مره واحده راحت راحت يا خال. لا راحت راحت. وبصراحه بعيد عن كل الكلام بتاع الاهداف والحاجات دي، انا عايز ابدي اعجابي بكتيبه كابتن ربيع، لان مع احترامي يعني انا بحب اتفرج على المواليد دي عشان بتفرج على اساسيات، اتفرج على لعيبه عندها اساسيات. لان انت لما مؤاخذه يعني السن ده بيكون سن تاسيسي، وبيكون سن انت بتكون خلاص شربت الطفل او الطفله او اللاعب او اللعيبه كره القدم، وبتقعد بقى تتفرج على شغلك، وبتقعد تتفرج على التعب بتاعك والمجهود بتاعك. لما بتلاقي اللعيبه بيقدروا ان هم ينفذوا، وبتلاقي اللعيبه عندهم اساسيات، امتى يمرر وامتى يستلم، وهل هو بيعرف يباصي وبيعرف يستلم، وهل هو بيعرف يطلع مع الارض يلعب هيدرز، وهل هي بتعرف ان هي في المواقف الحاسمه تقدر ان هي تسجل اهداف جميله، ولا بتعرف ان هي تعمل تاكلنج امتى؟ انت بتقعد تتكيف، انت معلم الطفل او معلم الشابه او الطفله مهارات كره القدم. ودي واحده من اكتر الحاجات الصعبه جدا، انك بتقعد تتفرج على نتاج شغلك ونتاج عملك مع موهبه خام، موهبه انت محتاج ان انت تطورها وتشتغل عليها. فانا بالنسبه لي ان انا اتفرج على السن ده عندهم كره قدم مقبوله، عندهم اساسيات كره قدم حاضره وموجوده، انا متكيف. بس بعيد بقى عن الخناقه ما بين مغاربه وجزائريين والحاجات دي، هو ده السن اللي انت بتبقى جاي تتفرج فيه على تاسيس كره القدم، بتبقى جاي تشوف اللاعبه او الناشئه وهو التاسيس عندها كويس ولا لا. هتقول لي يا معلم تاسيس، احنا بنتكلم على تصفيات كاس عالم. صديقي العزيز، كاس العالم للسيدات والحاجات بتاع كره القدم للنساء دي لسه داخله عندنا جديد، فانت بتتفرج وتستمتع، بتتفرج وتستمتع على بنات قدروا ان هم يشربوا كره القدم، وبنات عندهم موهبه في عالم كره القدم. ودي حاجه اعتقد ان هي لازم نعترف ان فعلا النشاط بتاع السيدات في العالم العربي ممكن ينجح. ولازم نعترف برضه ان احنا عقبال ما نتكلم على نجاح هنلاقي في حد شارخ من بعيد. الحد ده بيشتغل بقاله سنين على النجاح، وبيشتغل بقاله سنين على التطوير، وهو المغرب. المغرب بقالها سنين بتحاول تطور اناث وذكور، زي ما دايما رئيس الجامعه الملكيه بيذكر ان احنا بنحاول نعمل مراكز تكوين للبنات والشباب. ودي حاجه تحترم، لان في فئات موجوده فيها فرق بنات لا مؤاخذه يعني الدنيا رايحه في داهيه، وفي بنات ما بيلعبوا فريق اول بس عشان ما فيش دوريات،
عشان ما فيش دوريات للدرجه الثانيه والحاجات دي في بلدان عربيه. فتاني وتالت ورابع، المغرب سبقت كتير باشواط كتير في موضوع ملف كره القدم للسيدات. عشان كده لما تلاقي ماتش النهارده المغرب والجزائر في حاله اكتساح تام، لازم تعرف ان ده الطبيعي وده المنطقي. الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، وبالتوفيق في ماتش العوده اللي هتلعب يوم الجمعه ان شاء الله.